السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا 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 جدا. معلش انا غبت عنكم فترة، بس يعني بنحاول نقدم جديد ان شاء الله في الفترة اللي جاية، ونحاول نواكب الاحداث وننزل لكم اكلات جديدة وجميلة، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ده فيديو لما كنت في مصر وكان معايا الاولاد ملك ومروان ووالدتهم، وكان معايا ابن عمي وكان معاه أولاده. دي ملك بتمسي عليكم وبتحيي على الجماهير. هي عارفة إن الفيديو ده أنا هنزله بعد شوية. بصراحة أنا مش بنزل الفيديوهات على طول بعد ما بصورها، لأن ببقى مشغول شوية ومش متفرغ تماما للقناة. ده أحمد، ده أخويا، هو ابن عمي بس أنا بعتبره أخويا، يعني أنتيم أنتيم يعني. أنا وأحمد بصراحة بقى إحنا عملنا فخد، يعني فخد نعام، بس حاجة سبيشال بصراحة كانت من ايد الشيف احمد. هو احمد هاوي الطعام، انا شغلتي الاكل، بس احمد هاوي ما شاء الله عليه نفسه حاجة يعني ما تتعوضش. ده عمل لنا تتبيلة جميلة كده بالجزر والطماطم وملح وفلفل وكزبرة والثوم، وضرب كله في الخلاط ودهنه وسبكه شوية، يعني حطه في النقع شوية قبل ما يخش الفرن، وبعد كده بقى دخلوا يسبكوا في الفرن مع البطاطس والجزر والصلصة. طلعوا عمل لنا رز برياني، وعمل لنا كمان سلطة جميلة جدا 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 جدا، عجبت الأولاد وعجبتني جدا. احنا لازم نعمل حلقات مع الشيف أحمد، مش حلقة واحدة، مش هيكفينا حلقة واحدة، لازم نعمل مع الشيف أحمد حلقات. هنجيب لكم دلوقتي سلطة البنجر، كان عامل سلطة بنجر تحفة، سلطة بنجر وكرنب الاتنين مع بعض، تمام، كانت جميلة جدا ولايقة جدا مع الفخذ النعام. اهي السلطة يا جماعة، ما شاء الله حاجة تحفة بصراحة، ما شاء الله عليه. انا عايز اقول لكم ان الاكل نفس، والاكل لما الواحد بيبقى نفسيته كويسة او نفسيته مرتاحة بيطلع اكل جميل جدا. احنا عشان كنا بنتفسح وعشان كان مزاجنا رايق، ماشي، احمد عمل الاكل بايديه وطلع اكل اجمل من اكلي كمان، يعني ما شاء الله عليه. وانا انا شغلتي الاكل، بس هو حب يبدع فطلع حاجه جميله جدا. وكمان اتحفنا وعمل بيتزا، انا يعني مش هكذب بقول ان انا اكلت اجمل منها بصراحه. هي كانت اجمل بيتزا اكلتها في حياتي من ايد احمد مجدي، احمد ابن عمي. هو احمد ابن عمي يعتبر اصغر مني بسنتين ثلاثة، ماشي، بس وهو بيعتبرني أخوه الكبير، أنا بعتبره أخويا الصغير وبعتبره أكتر من أخ كمان. ربنا يخلينا لبعض، وربنا يبارك لي فيه ويبارك له في أولاده. زي ما انتوا شايفين كده اللمة ما حصلتش، ما شاء الله، ربنا يجمع كل الحبايب وما يفرقش حد عن أصحابه وأهله وحبايبه يا رب. وإن شاء الله نعمل لكم حلقات تانية، أنا هحاول لما أنزل أجازة أصور لكم مع أحمد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما امشي، شايفين البيتزا؟ يلا سلام عليكم.